نيكول سابا فنانة لبنانية، أهلا وسهلا فيك اليوم في دبي. اليوم صح مزبوط نجبي لبنان، بس حابين نعرف نحن حدا انه انت هلا عروسة جديدة تقريبا، اعطينا شو تغير شوي مثلا قبل الزواج وبعد الزواج؟ يوجولي على الفنان يعني في اشياء شوي بتتغير. لا فنيا ما كتير شيء اشياء بتتغير، يعني نمط الحياة بعده هو ذاته، السفر الدايم والإقامة المتنقلة بين لبنان ومصر، بس أكيد كمسؤولية وكاهتمامات وكمشاركة كعندك مرجع، عندك يعني صار في مشاركة، هيدا شغلة بتختلف غير ما تكون أنت سنجل لحالك، في عندك رأي آخر بتاخديك أكيد بعين الاعتبار، في مشاطرة بالآراء، في كتير اشياء بتختلف من حيث المبدأ. يعني بين بيروت وبين مصر وين بتحسي بيتك أكثر؟ وين بترتاحي؟ أو مثلاً قاسمة بيروت برجع هذا بيتي بيروت ومصر؟ ليكي أنا يعني عنا البيتين هلأ مثل ما بيقولوا، بس لا شك أنه أنا بمصر أكيد مهنياً أسست وشغلي كله هو بمصر، أكيد بيروت بالنسبة لإلي صار عندي يعني جوزي وبيتي، وأكيد يعني بيتي اللي هو والدتي هلأ وهيك، فلا يعني الاثنين بيتنا أكيد، وبالنهاية الأنتوراج هو اللي بيخلق لك هذا الإحساس أنه أنت مثل ما بيقولوا بتنتمي لهالمكان، يعني بتعيش كل يوم أكيد بذات البيت أو على فترة طويلة، خلاص بتصير تحسي هذا الشارع تبعيك، هذا المحل اللي أنت بتقصديه، هذا المطعم بتحبي تاكلي فيه، هو اللي بيخلقوا لك أنك تحسي أنك مرتاحة وبمحلك. فبالنسبة لي لأنه كل جمعة رايحة جاية، وأوقات بقعد فترة طويلة بصور بمصر، وأوقات ما عندي بقعد بلبنان، يعني فخلص صرت بحس أنه عتني. نيكول معقولة نشوفكم بعمل مشترك أنت ويوسف؟ أو أكيد إذا 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 نوجد النص والفكرة اللي تظهرنا بشكل يمكن عكس ما الناس تكون متوقعة أو تخدمنا أنه طلع منا شيء حلو وغريب، إيه أكيد. نيكول بعيد عن الشغل كيف بتقضي وقتك؟ أو بقضي وقتي مع عائلتي بالبيت، كثير بحب، انا من الناس اللي كثير بحب كمان اقعد بالبيت، ما عندي مشكله انه اكون قاعده بالبيت مرتاحه، بحب اعمل كثير اشياء، ممكن اذا ما اكون نايمه بحب نام، ممكن احب اقرا، ممكن احب احضر تي في افلام، اذا عبالي اظهر بحب اعمل رياضه، بحب سافر، يعني مش بس بحكم الشغل، بحب كثير سافر شوف حضارات مختلفه، انبسط بطبيعه بتقس بي، يعني كثير بحب كون مع حالي، كمان بحب اتامل هيك بالاشياء وراجع حالي، يعني تفاصيل بحب اعيش مع حالي كثير، اعطي وقت لحالي انا لنفسي. وين بتحبي تعملي شوبينج؟ وين بتحبي تتسوقي شوبينج؟ بحب لندن للشوبينج، بحب دبي للشوبينج، لبنان اكيد تحصيل حاصل، بس عم نحكي اذا سافرنا، يعني لندن دبي ايطاليا، يعني في ماركت بس وين ما، يعني نحن النساء وين ما بتكبينا بنحب نعمل شوبينج، ما في يعني ما في عليها نقطه هيدي. في ماركت معينه بتحبيها او مثلا أكيد. في ماركت بتحسي هيدي بتلبق لي؟ يعني في امرار بتفوت اكيد بعرف انه في اشياء ممكن تكون كتير فت علي، يعني بحب اذا عم نحكي دريسز بحب ستيلا ماكارتني، بحب كافالي، بحب اذا بدي احكي بحب بالما، حسب شو الستيل سبار او هوت كوتيو، يعني حسب. مين المصمم يلي بتحبيه اكثر شيء؟ لا في كتير، يعني اكيد مصمم العالمي اللبناني اللي صعب اكيد كتير، ستيلا ماكارتني كتير بحب، كافالي كتير بحب، كتير شانيل، في كتير. شو الماركة اللي مثلا اكثر شيء بتقولي ما بدي قيس لان اكيد بتلبق لي بتشتري وبتمشي؟ كافالي مش معقول، يعني كتير فت وكتير، يعني ممكن اخذ القطعه وفل بلا ما اقيس. طيب شو اطيب شيء عندك؟ شو اكلاتك المفضله مثلا؟ وين بتحبي؟ انا قلت وبرجع بقول انا كتير بحب طبخ البيت، يعني بحب اكل البيت، بحب اكل ممكن تطبخه ماما مثلا بالبيت، هلا انا ماني كثير طبخه ماهره، بس انه ممكن بتعلم كل مره اشياء جديده، بس عندي نفس حلو على الاكل، بس انا بحبز اكل البيت، ولانه نحن ناس بنسافر كثير بحكم التصوير والوقت برا البيت، بنحن دائما للطبخ البيت واللي هو مفيد وصحي اكثر، لانه عم تعرفي شو عم تاكلي. نيكول وين بتحبي تسافري؟ او مثلا شو زرتي اذا في محل بتحبي ترجعي تسافري، او في محل ما زرتي بس بتحبي تروحي له؟
ليكي لندن من البلدان اللي بحبها كثير. لندن مع كل ضبابها ومع كل هال بحس هيك بشجن، ما بعرف، بتحسسني بشي. بذات الوقت بلد كمان تحسيها مجنونة، يعني فيها جنون وفيها انه هيك تكنكني مثل ما بيقولوا. بحب روح كتير على الفار ايست، ما رحت، عندي هلأ يعني براسي عبالي انه نروح على الفار ايست، فهيدي المحطة التالية، هاي ستب التالية. انت ناشطة على المواقع الإلكترونية؟ يعني انت هلأ جاي مش بجنون، بس ايه ناشطة اكيد. يعني انا مؤخرا صار عندي اكيد تويتر فانز بتابع معهم وتابعتهم برحلتي اليوم، وعلى فيسبوك كمان، لأنه بتصير تشوفي انه بحبوا يشوفوا انت شو عم تعملي وبينبسطوا فيك ويتابعوا يومياتك، فقلون عليك انك كمان تشاركيهم هالشي، فبصيروا اصحابك اكثر مني حتى الفانز. وبتتابعي شو بينكتب عنك اكيد، وبتتابعي كمان فانز بصيروا يكتبوا لك على فيسبوك او اكيد اكيد بتابع اكيد اكيد.